كنهضروا على ماديا بكل صراحه، لان الماديات في هذا الزمن هذا كيلعب واحد الدور كبير، ويا تهلاو في الفرق المحليه ديالنا، لانه راه كاين فرق، كاين مواهب مدينه سيدي فيت تبارك الله غنيه بالمواهب، لا في الموسيقى ولا في المسرح لا في الرسم، يعني في اي حاجه كبيره كنلقاو باللي راه الفنان الافناوي حاضر فيها. السلام عليكم، معكم خوكم وحبيبكم فهد بمكدي، رئيس مجموعه ديال سباند الموسيقى الترقيه والحسانيه فيزيون. كيف ما كتشوفوا كان واحد التفاعل كبير مع الجمهور اللي كان في سيدي فني، يعني الناس تفاعلت معنا بشكل كبير. وكنبغي نوجه تحيه وشكر لهذه اللجنه المنظمه ديال هذا المهرجان هذا هنا بمدينه سيدي فني، وكنبغي نقول لهم برافو عليكم، المهرجان كان في المستوى، يا غير خاصكم شويه تهلاو في الفرق المحليه ديالنا، لانه راه كاين فرق، كاين مواهب مدينه سيدي فني تبارك الله غنيه بالمواهب، لا في الموسيقى ولا في المسرح لا في الرسم، يعني في اي حاجه كبيره كنلقاو باللي راه الفنان الافناوي حاضر فيها. في اي مهرجان مشينا كنلقاو ضروري ولدي فني كاين، غير بغينا عافاكم الناس اللي كتصرف على التنظيم تاع التظاهره تهلا في الفرق المحليه وتهلا في الفولكلور المحلي، يعني كنهضروا على ماديا بكل صراحه، لان الماديات في هذا الزمن هذا كيلعب واحد الدور كبير، ما يمكنش واحد لو جروب اللي هو فيه اربعه ولا خمسه الناس تعطيهم واحد الثمن اللي هو باقص، علاش غادي يقسموه بيناتهم؟ يعني كنبغي نوجه تحيه وشكر للمنظمين، وكنبغيهم يركزوا على هذه النقطه هذه، وشكرا لكم. بالنسبه لي انا كفنان شعبي مغربي كنحب هذا الجمهور، لان الجمهور راقي، جمهور حضاري، جمهور كيتجاوب مع الاغنيه المغربيه بصفه عامه. اولا انا فيت اللي تشتغل في سيدي فني وعرفت بان عنده واحد الجمهور راقي، جمهور منظم، وعرفت الاغاني اللي كيبغيو، انهم كيبغيو اغاني اللي تكون مريحه وخفيفه وفي نفس الوقت فيها الكوميديا، وهذا ما خليتش نحضر الكشاكيل الغنائيه الكوميديا التلبيه للجمهور اللي محتاج ومتعطش الاغاني اللي تكون تدخل لي البصمه والسرور. اليوم الختامي لمهرجان تثمين المنتجات المجالية والتنمية والتنمية السياحية في دورته الثامنة، هذا المهرجان اللي عرف سبعة أيام عدد من السهرات وكذلك عدد من الأنشطة الموازية لمشكلات يعني النوع الثقافي والرياضي والسياحي. بالنسبة للشق الرياضي اللي عرف دوره في السباحة وكذلك لعب الأحداث في الشط، أما فيما يخص الجانب الثقافي اللي عرف ندوه تعليميه وكذلك ندوه علميه بالنسبه اللي شارك فيها التعاونيات والجمعيات اللي عرضت المنتوج ديالها، منتوج يعني المنتوجات المجاليه. اما فيما يخص الشق اللي يتعلق بالسهرات فكان توافد كبير من الجمهور المغربي اللي حج هذه المدينه من جميع انحاء المغرب وكذلك الجاليه المغربيه في الخارج. السهرات عرفت تنوع ثقافي فني امازيغي حساني عربي، وشاركوا عده فنانين مغاربه في المستوى العالي، ولهذا نشكر الجميع على جميع يعني جميع المتدخلين على انجاح هذه المسابقه.